الاسانسير ونطلع على الكلاود. كل ده موجود تحت. مثلا هنا في ناس كتير يعني اعرف انها شغاله بالكلام ده بريمس داتا سنتر خاصه بيه. تمام. والناس اللي فوق ما عملوش اي حاجه ان هم غير خدوا التكنولوجي وسموها اسم فوق. ممكن يكون برايفت ظبطوا عليكم برايفت كلاود طبعا بتاعهم داخل الكلاود. بس للاسف ما هماش مش بايونيرنج زي دوكر. في تكنولوجيز في شركات شغاله وفي انجنز ثانيه تقدر تسطبها وتشتغل عليها. في ميزه حصلت في عالم الكونتينرايزيشن ان جت في مؤسسه اوبن كونتينر ستاندرايزيشن حاجه زي كده راح تجمع الناس دي كلها. يا جماعه احنا مش هنعمل نفس مأساة الفيرشوال ماشين. الفيرشوال ماشين اللي بتتعمل هنا مش هتشتغل هنا واللي بتتعمل هنا مش هتشتغل هنا. احنا هنحط ستاندرز للكونتينرز كاركترستكس كده. اي حد هيعمل كونتينر هتشتغل من هنا لهنا حطها على الكلاود نزلها تحت حطها على الانجن شيلها على الانجن اللي بعده شغال في ستاندرز. وده ادى قوه رهيبه للتكنولوجي لما يبقى في ستاندرزيشن. برضه شفتوا القصه السوداء ديت في الجافا سكريبت ما تشتغلش الا على براوزر زمان يعني. لازم تفتح الويب سايت على مايكروسوفت لازم تفتح الويب سايت على سفاري لازم تفتح كانت ماساه يعني. التيرمينولوجيز دي دوكر انجن ده اللي اتكلمنا عنه ده الجو تيجي تعمل له داونلود نزل على جهازك في شغل شويه كونتينرز اللي عندك ده اهم ترمينولوجي دوكر ايمج اوبريتنج سيستم كيرنل سبلاي فور سبيسيفيك ميسن تايب ابلكيشن كونتينر هو الابلكيشن رانينج من الايمج دي. في سلايد دلوقتي تشرح الفكره دي دوكر فايل اتكلمنا عليه الفايل اللي انت بتكتب فيه شويه تفاصيل عشان تقول للدوكر انجن يشتغل ازاي مين البيز ايمج مين اللي فوقيه اللايرز الخاص والطماطم دوكر هاب اللي اتكلمنا عليه من شويه ده اكثر ريجستري فيه ريجستريز ثانيه باي ذا واي يا جماعه بس ده اشهر ريجستري او هاب او لايبرري تقدر تشد منها ايمجز. اوكي عندهم هاب الايمجز اللي عليه سيرتيفايد سيرتيفايد ده لو من وجهه نظر سكيورتي. بص الموضوع ده فيه كلام كبير قوي كتير يعني في شركات مثلا زي ريد هات احنا مثلا لما نيجي نعمل عندنا ريجستري خاص بينا هو مش مقتنع بكل ده حتى لو سيرتيفايد هو ينزلها ويحط عليها لير سكيورتي بتاعته هو عشان يحطها في الريجستري بتاعه. هي المفروض انها سكيور المفروض انها سكيور بس هي ممكن تلاقي في حاجات مثلا الكونفجريشن بتاعتها باي ديفولت هي متسابه كده عشان انت لسه هتشتغل تتعدل عليها. يعني تبقى ايه نفسها؟ هل حتى ستاندرد سكيورتي لما تيجي اعطى ريجستر الايمج بتاعتي هناك بيسيخ 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 خلاص محدش يقدر يلمسه الا لما ياخد منك اذن. بس بس ما هو في يعني ليه اتراست ان انا ده الويب سيستم هيبقى عامل ايه؟ هيعمل ايه؟ اتراست ان الويب سيستم ده صح؟ ما انت مايكروسوفت بتقول لك دي الايمج بتاعت الدوت نت كور والكيرنل كذا مع احترامي مش هتراستهم ازاي؟ هم اصحاب التكنولوجي. اه
على الهاب نفسه الكوميونتي بقى انت بقى مشترك في الكوميونتي وفي 9 مليون ابليكس شادوا الايمج دي شغاله حاليا معانا راس على الهاب نفسه الهاب في سكيلنج دي من اهم الفيشر اصلا لما دي هنشغل كونتينرايزيشن وهو جاي جاي في شركاتنا ان شاء الله هتلاقي ان من اهم الفيشرز ان الريجستري جوه شركتك في فيشر سكاننج للسكيورتي لان ممكن الهاكينج يحصل ان هو يبويزن الريجستري ده هو انت عارف اصلا ممكن يبويزن يبويزن الكود بتاعك ده من الاماكن اللي لازم تتحصن الايمج اللي شايفها ليها كومنتس اللي هي فيها الفيشن في اي حاجه فيها الدنيا بقت ماتيور قوي التكنولوجي بقى لها 5 سنين في الماركت وهانسد جدا التولز الموجوده في الكونفرزيشن منها دي شويه فيتشرز طبعا قلنا اتكلمنا عنهم معظمهم يعني فاست ديبلويمنت والمايجريشن عايز تمايجريت سيستم ضخم جدا داتا رهيبه الكونفرزيشن هتساعدك وتبقى فاست السكيورتي لايت ويت صراحه بتاع الدي ان او بي سيف ريسورسز اوبن سورس اوبن سورس 100% حتى كل اصحابي كل الدوكر انجنز الكونتينر انجنز الثانيه اوبن سورس وفيديتي مايكرو سيرفيس الرجاله رفعت ايديها من الاركتكشر ما تتخيلوش قد ايه الكونتينرايزيشن ساعد ناس ثانيه زي اللي قاعدين ورا دول في المايكرو سيرفيسز وفي الديف اوبس وهنربط ازاي يعني كل الفيتشرز اللي احنا قلناها عن الدوكر وعن الكونتينرز خلت الناس دي تصحى خلت الناس دي تنوفيت في البروسيس الداخليه في الديف اوبس في الاركتكشر بتاعك خلاص الناس كانت شغاله كلها مونوليثيك في لير بقى مايكرو سيرفيس اليوز كيسز بالهبل لو جبنا سكرينز عليها يوز كيسز ازاي عملوا يوتيلايزيشن للمايكرو سيرفيس والكونتينرايزيشن مع الكلاود ارقام يعني في فري ايفنت الاخير ده الايفنت الاخير الراجل كان عامل سلايد هي مستفزه بس يعني حاطط كده حاجه 17 متر في 5 متر ايكونز لوك للشركات قال ايه؟ almost everything. تكنولوجي بره الناس بره فعلا بتكلم اي حد وتيجي تقدم على وظيفه تلاقي مايكرو سيرفيس وديفاكتو كده الكونتينرايزيشن والدوكر زي ما انت فاهم ايه اللي بيحصل. لذلك المايكرو سيرفيس من الحاجات اللي وصلت جدا للتكنولوجي دي الديف اوبس نفس القصه هنتكلم سريعا عن الديف اوبس هو ايه اساسا؟ ليه الكونتينرز ده كان بيساعد زي كده بنناول من ايد لايد العمليه بقت اسهل تقدر تحط عليها سنترزيشن فيرجن كنترولنج طبعا موضوع لوجيستيك تحط الفيرجن على كل الايمج ده ساعد برضه في الموضوع دي السلايد اللي اتكلمت عليها العلاقه ما بين الايمج والكونتينر الايمج دي الخدمه ده الفاليو بتاعته في الخدمه اللي اتطبع على الورقه مش في حته الخشب او البلاستيك دي الايمج هي السورس ستاتيك والكونتينر هو الدايناميك فيرجن من الايمج بي اب اند ران حد كده ممكن يقول لي لو انا بدي لك كونتينر هديك ايمج ولا كونتينر؟ ايمج طيب في فكره ثانيه ممكن يكون من الايمج الواحده عدد لا نهائي من الايمج من الكونتينرز انستنس يعني ممكن ارن من الكونتينر اعمل بيلد للايمج والايمج ترن الاف الكونتينرز هي نفس الايمج هو ده الطريقه اللي شغال بيها اساسا انك ترفع الايمج بتاعتك فيها الكود فيها الكونفجريشن لما تيجي تعمل هاي افيلابيلتي عايز تعمل مالتي انستنس من البروجكت بتاعك ايه اللي بيحصل من نفس الايمج انستنس كونتينرز وهكذا مين؟ كله موجود. انت عايز تبقى خايف لا تبقى رايت ولا انا دلوقتي معايا ايمج هيبقى اخر معايا ايمج لا ده فيرجن معايا ايمج مثلا ابلكيشن جيميل مثلا او اي حاجه خدت جيميل وعملت ايمج فمتوقع ان انا كونتينرز وسكيل براحتك طيب انا دلوقتي بحط مثلا جيميل فيرجن 2 او بحط عليها ايه او بحط
عشان هيبقى فيها الايمج. لا الكونتينر دي بقول لك الختامه خدت نسخه من الايمج وطلعت طلعت ايمج جديده. انت عارف دي من انهي نسخه؟ عندك في الريجستري والتولز بتاعتك عارف ان ده من انهي نسخه. عايز تطلع نسخه ثانيه ده اي ده عارف انت بتجيب نزل فيرجن قديم طلع فيرجن جديد من الكونتينر. الكونتينر ايوه يعني الكونتينر اللي طالع ده الكونتينر هو اللي بيرن او لو راح كمان على جيميل او هوت ميل مش الايمج نفسها. لا الايمج دي اللي خدتها حلو طلع نسخه. اوكي طيب في نقطه التولز اللي هنتكلم عليها ابدعت في الحته دي. انت وانت اونلاين طلع عندك فيرجن 1 طلع فيرجن 1.1 وطلع اليو ار ال وتست وخلص وكل حاجه وهو يعمل لك سويتش انستنس باي انستنس. طب في مشكله سويتش باك. التولز ديت بقت ماتيور قوي في ان انت ما فيش داون تايم. البيزنس الراجل اللي قاعد ده عايز تايم تو ماركت مش عايز داون تايم عايز ريلايبيليتي. كل التولز دي بتخدم التارجت ده انت بتكونفيجر. هنتكلم بقى عن الموضوع كل اللي احنا قلناه ده حلو قوي وانت شغال على الماشين بتاعتك وبتجرب شويه كود وبترفعهم وبتجرب تكنولوجي جديده وبتجرب الكلاود. لما نيجي بقى للبرودكشن في كلام تاني خالص. في عندك هاي افيلابيلتي في فيل اوفر في سكيلابيلتي في سكيورتي من نوع تاني تماما. في حد كان سهل قال لو البتاع داون ايه اللي هيحصل؟ لا طبعا هو مش كلاستر. فكره الكلاستر عموما ايه؟ الهاي افيلابيلتي ان انت في الدنيا شغاله قدامك انت ما انتش عارف في كام انستنس او في هاردوير تحت الموضوع ده اللي بيفايل في مونيتورنج تولز بتشوف مين اللي فايل وتدخل واحد مكانه وتشوف ايه اللي حصلت المشكله. واول ما ظهرت كلمه كده في التكنولوجيا هتستخدموها فوق وتحت اسمها اوركستريشن. كلمه مستفزه شويه عاد نكتبها كتير وغلطنا فيها من الاخر وحاجات والراجل ده بيصلح لي انت كاتب بس انت شغلت يا عم طيب غلط مية كويس. الكلمه دي ما عملت عليها سيرش هي نفسها بتاعت التكنولوجي دي دخلت على جوجل صديقنا طلع لك اوركستريشن اوركستريتور طلع لي الراجل ده عايز بقى الرجاله بتوع الكونتينرز يدخلوا معايا تاني يقولوا لي شايفين ايه. قول لي انت شايف ايه؟ كونتينرز ايوه الرجال اللي عندي كونتينرز ايوه في يعمل فايلز مانجنج برافو عايزين ابداع هارموني برافو بس عايزين كلمه تكنيكال بقى فكر جزء مونتلي يقول له وقف لا خلاص خلص مونتلينج خلي بالك افهمني اهو عايزين ترمينولوجيز سينكرونايزيشن كلاستر ورك فلو كيف هو ده كلاستر هم قاعدين على الكلاستر ها زي اللي شكل الورك فلو الورك فلو فضل سكيدولينج ممتاز. كان في فيديو كده انتشر الواد خبط في البتاع في النادي البنت طلع داخل بتوع تاني بقى الدنيا بتتهندل اوتوماتيك. الراجل ده بيعمل حته كمان كده بيعمل فيديو كده في ناس بتزود ينزل بايده كده سكيلينج مونيتورنج هارموني اوبريشن فورس مانجمنت اوتوميشن لود بالانسنج هو ده اللي احنا عايزينه بالملي. ومن هنا كلمه جت كلمه دخلت في التكنولوجي بسبب الراجل ده اللي بيعمله. احنا عايزين اوركستريتور محترم يمانج السوفت وير اللي بحجم حاجه زي سوق دوت كوم ونون دوت كوم بالسكيلابيلتي بالاحجام الرهيبه دي بالهاي افيلابيلتي بالكولوكيشن. يعني ممكن يكون مثلا انت على مستوى العالم وفي سيرفرات هنا الليتنسي بتاعتك احسن من هنا وانت كل ده عايز تمانجه. الكونتينرز والاوركستريشن من اهم العوامل اللي ساعدوا البيزنس في حاجه زي كده. في الحاله دي لو تفتكروا لما التكنولوجي بتديه والماركت محتاج تكنولوجي جديده لقى واحد بيشمر هنلاقي في حد دخل بياكل السوق وكعادتها جوجل بايونيرنج في
الاكشنز اللي بتعملها عملت اشهر اوركستريتور في العالم اسمه كوبرنيتس. كوبرنيتس ده رقع شركات كبير قوي على ركبها خلاها تهد اللي هي بنته بمجرد ما جوجل اعلنت عنه. جوجل عندهم جوه اوركستريتور من زمان وشغالين على التكنولوجي من زمان، ولما شافوا النيد دي طلعوا البروجكت ده كهديه. دي قصه كده ما اعرفش يا احمد لو انت عارف القصه. طلعوا الاورجنايزيشن ما وعملوا ريليز لاوبن سورس. الناس شافت الكابابيلتيز بتاعت كوبرنيتس رهيبه. اليوز كيسز اللي هنعرضها في الاخر شغاله على كوبرنيتس اولموست ايفريثينج. في خلال سنه او سنتين او لا سنه امازون خدت التكنولوجي دي وطلعتها فوق والداتا اس وظبطتها كده عملت لها فولي انتجريشن مع البلاتفورم بتاع امازون. الباور بقى مرعب. الكوبرنيتس طبعا من اشهر اليوتيلايزيشن بتاعته ان انت عندك الداتا سنتر برايفت كلاود تقدر تنستول الكوبرنيتس وتعمل عليه الكلاسترنج بتاعك تنستول وتهوست يور سوفت وير. احنا قلنا دايما التكنولوجي اصلها تحت اكيد بتطلع فوق. طبعا الكاركترستكس اللي اتكلمنا عنها Would you share this presentation with us or ايه هو الكوبرنيتس اوبن سورس سيستم فور اوتوماتينج ديبلويمنت سكيلينج اند مانجمنت اوف كونتينرايزد ابلكيشن. بما ان هو كان موجود اساسا الناس بتوع كوبرنيتس كان عندهم شويه ترمينولوجيز خاصه بيهم، ولما جم فرضوها على السوق شويه ولما تشوف ان هم عندهم حق الترمينولوجيز او الكونسبت ده مع الكونتينرايزيشن مور انتربرايز عشان السكيلابيلتي عشان الباترنز اللي هتتخلق لما تيجي تخش في الديبلويمنت هتلاقي كيسز اللي عايزها ادفانسد جدا. الترمينولوجيز والكونسبت اللي هم خلقوها في التكنولوجي دي كلها فت قوي مع السيتويشن دي. اول حاجه منها اسمها نود. النود دي فيرتشوال فيرتشوال هوست كده بتحط فيه مجموعه من الكونتينرز وتعاملهم معامله واحده. الكلام ده فت قوي مع الرجاله بتوع مايكرو سيرفيسز. تاني حاجه اسمها بود. احنا معانا شويه ستيكرز يا شباب حلوه كده بتاعت اللابتوبس هنسال في الكلام ده عشان حاسس ان في ناس بتنام شويه. هنسال ماشي واللي هيجاوب ناخد ستيكر. البود ده عباره عن ايه؟ هو حاجه كده بتحط فيها الكونتينرز. هو ما بتعرفش مع الكونتينرز مباشره. بتحط الكونتينر جوه البود وينفع تحط اكتر من كونتينر جوه البود. في حاجه اسمها اللي هيقرا اكتر اسمها كار سايد كونتينر او سايد كار كونتينر. سايد كار كونتينر افترضنا ان انت بترن سيستم ومحتاج عشان يرن لازم في حاجه ترن قبليه او في لايبرري لازم تبقى جنبه كده تحطه. ده بوت على طول. محتاج اثنين كونتينرز بيشيلوا نتورك اي بي شويه سبيسيفيكيشن معينه تحطهم في بوت وتحطهم بقى في نود بناء على الديزاين بتاع الاركتكشر ده. بوت هو فيزيكال اللوكيشن للكونتينر وممكن اكتر من كونتينر تحطهم في البوت وهو ده اليونت اللي انت بتتعامل بيه. لما تيجي تفتح الكوبرنيتس داشبورد او الشركات بقى اللي جت بعد كده عملت التكنولوجي بتاعتها فوق الكوبرنيتس برضه بتكلموا بوت ونوت. يعني هنتكلم ان البوت داخل النوت. اقرا بس ايه اللي يكفيك عشان تتعامل مع الكوبرنيتس. لو انت انفراستراكشر او نتوركينج ده هيبقى حياتك كمان كام سنه. لو انت راجل اركتكت هتخش في النود والبود والديزاين بتاعك هيتطلب ان هو يتعامل على هذا يتماب على 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 الانفايرمنت. الجروبس كونتينر ذات ميك اب ان ابلكيشن ايديولوجيكال يونتس فور ايزي مانجمنت اند ديزاين. اوكي واضح؟ معلش مش هندخل اكتر من كده بس لازم نتكلم عنه الامباكت بتاعه على كل حاجه الماركت تحت وفوق الكوميونتي
فاكرين الناس اللي احنا دخلناهم في الاول، الناس اللي هم بتوع السفاره في العماره، دول مين؟ دول الكلاود بروفايدر قاعدين بيسمعونا دلوقتي، هم سامعين الكوميونتي. احنا الكوميونتي واحنا الماركت، الشركات عايزه ايه؟ عايزين ده. طب تعالى هو قاعد سامع التكنولوجي دي مهمه، هديها فوكس. مايكروسوفت صحح لي احمد، عملت اوركستريتور على اجور، انهت السبورت دي في 2020، هو اصلا يعتبر حديث. ليه؟ عشان عملت سيرفيس تاني على كوبرنيتس. التكنولوجي اثبتت نفسها بشكل ان كل الشركات انا ماشي معاك. ريد هات عملت نفس القصه، اي بي ام عملت نفس القصه، والبرايفت كلاود مش عارف انت كنت بتقول برايفت كلاود، اوبن شيفت، وفي بنينا على كوبرنيتس برايفت كلاود، ها؟ كله بنينا على كوبرنيتس، بنينا على When did this technology start? 2014 اعلنوا عنها. انا ليه مثلا اصدقاء كانوا شغالين في مايكروسوفت ايجيبت، فجاه بس كوبرنيتس في سياتل، اكتر من شخص انا مش فاهم كوبرنيتس جوه مايكروسوفت تعملوا ايه. طلعنا الانفستمنت من الشركات الكبيره كلها في الحته دي، لان هو ده ان شاء الله هيبقى المانيفاكتور كده بتاع الانفراستراكشر. مش عارف ممكن نعمل شويه ريسورس، كنت بتشرح حاجات كده كتير، ارتكلز وفيديوز كورسز عن كوبرنيتس واخده بالتفصيل، وانت كل حسب مجالك بتقرا عنه. كان نفسي يبقى 75 موجود عشان الصوره دي. دي حاجه كده هتسمرايز اللي احنا بنتكلم فيه كله. ده البريك بتاعنا امتى؟ الساعه 12. السكرين دي بتلخص يا جماعه اللي احنا فيه. احنا جايين النهارده ليه؟ عشان حاسين ان الكونتينرايزيشن او في شويه ترمينولوجيز كده احنا حاسين عاملين نسمعها مؤخرا كتير، وعايزين نقرا عنها، عايزين نعرف عنها. الناس كانوا هنقول في التسعينات الجروب بتاع الديفلوبمنت بروسيس كانوا شغالين ووتر فول، والرجاله اللي جنبهم في الاوضه اللي جنبهم دول ابلكيشن اركتكشر كانوا شغالين مونوليث. انا بتكلم جنراليزيشن. وبتوع الديبلويمنت كانوا شغالين فيزيكال سيكونس، بتوع الداتا سنتر كانوا بيتعاملوا مع الداتا سنتر بالشكل ده. جه من اول 2000 كده تقريبا برضه الدنيا اتطورت. الناس بقى يشتغلوا بتوع الديفلوبمنت بروسيس اجايل، وبتوع الاركتكشر بداوا يديزاينوا ان تي سوفت وير، والناس بتوع الديبلويمنت بداوا يشتغلوا في الفيرتشواليزيشن زي ما حكينا، والناس بتوع الداتا سنترز بداوا يعملوا كولوكيشن للهوستنج بتاعهم ويطلع بره وبتاع، وبدا يكسر حاجز الرهبه، بس برضه ايه؟ فيزيكال سيرفر وفيرتشواليزيشن. احنا عايشين هنا. اتمنى يكون في الدنيا واضحه شويه، في الدنيا مربوطه هنا، انيبلرز لبعض، ده انيبلر لده وده انيبلر لده وده انيبلر لده. احنا النهارده بنتكلم عن كونتينر، بس هي خلاص هي شبكه. مكان تتعلم فيه، ما يعني ده رايي الشخصي، تقرا عن المايكرو سيرفيس وتطبق هو الكلاود، تقرا عن الديف اوبس وتطبق هو الكلاود. ليه بقول كده؟ انت عشان تشتغل بس ديف اوبس محتاج فرشه محترمه من التولز. عايز تجرب او مايكرو سيرفيس، سيرفيس مش سيرفيس ريجستري، سيرفيس مش عارف ايه. طب انا هعمل كل ده عشان اجرب المايكرو سيرفيس؟ اطلع فوق، كل ده موجود جاهز وبارقام زهيده جدا. هتجرب وفي يوز كيس. البيبر مثلا، في بيبر مايكرو سيرفيس على امازون 50 صفحه، انا شفت كتب ب 600 صفحه عن مايكرو سيرفيس 50 صفحه. بس الحلاوه فين؟ الزبده. الكونسبت والسيرفيس عندي، تعالى جربها. الكونسبت والسيرفيس عندي انتجريتد، كله موجود. انا مش بقول ان انت ما تقراش عن ديف اوبس، لا، ده مكان حلو قوي تشوف منه اليوز كيسز، وهم بصراحه سخيين قوي في الريسورس. الري ايفنت اللي فات ده كل الورك شوبس ديبلوي، كل البرزنتيشن ديبلوي، وكميه يوز كيسز. في ار ال خلينا نفتكر الاشاره في الاخر اسمه اي تي اس واي سي اس ورك شوب، حاجه كده يعني ورك شوب كامل متكامل. افتح الاكونت بتاعك على امازون وجرب عيش. طبعا انا شايف ان واحد من اهم الانيبلرز للكلام ده هو الكونتينرز. كان في راجل هنا انا احترمه طبعا، بنسميه عميد الديف اوبس، كان بيقول يا عمر ما تربطش الديف اوبس بالتوبز. انا رايي مختلف معاه. الناس لما بتشوف الريال اكزامبل او اليوز كيس بتقدر تفهم التكنولوجي اكتر، تقدر تشوف الريال فاليو اصلا، تتكلم في ريوتيكال
كتير اه وفي علم وفي تفاصيل وليها بروسس في الاساس هي بروسس اكتر ولكن لما تيجي تطبقها وتعمل يوز كيس على ارض الواقع هتفهم اصعب حد عارف حد ممكن يدينا نبذه كده الديف اوبس اهو الراجل بتاع البيزنس زي ما قلنا ان هو عايز تايم تو ماركت احد الحاجات اللي هتخليك تساعدك انك تعمل فعلا تايم تو ماركت هي الاوتوميشن انا بسرعه عايز الفيتشر دي حد شاف ايلون ماسك بتاع تسلا لما واحد منشنه على تويتر السوفت وير بتاعكو بتاع الراديو انا باخد ثلاث كليكات فيما معناه يعني عشان اوصل للاوبشن فلان قال له ابشر طلعوا 10 دقايق فيتشر نزلت بوش على التسلا كارز الراجل كان هيتهبل في الكومنتات تحت كميه الواو طبعا ده بالنسبه لك يعني خيال علمي ان انت تحط سوفت وير في البرودكشن بالسرعه دي للكونسيومر الكلام ده حقيقي بقى زي سكرين شوتس من تويتر ومعرفش اتحذفت ولا لا بس يعني الكلام ده حقيقي والله عايز ايوه بس فيرجن ايه عمل اربعه اسبوعين عشان تتقبل عشان تتقبل برضو في قصة كده بيحكوا عنها في العالم الآخر أمازون عملت ريسيرش إن الثواني في الديلاي بتاع اللود بتاع صفحة أمازون بتخسرهم ملايين يا عم في إيه الناس دي فعلا بالأرقام أنا عايز إيه عايز أوتوميشن عايز سرعة عايز ريلايبيلتي التولز اللي بتساعدنا في اللي احنا عايشين هنا هم دول اللي هيساعدوا البيزنس يحقق الحاجات دي طبعا في تشالنج في صعوبه حاجه زي جوجل ميتس من اصعب ما يكون في ان انت تمانجها او تستريتها تكونفيجرها لذلك يفضل ان انت تجرب الاول على الكلاود في ناس دخلت فيوز كيسز يعني كان صعب وكانت ماتيور وجت شركات عرفت انه صعب زي ريد هات عملت حاجه اسمها اوبن شيفت اوبن شيفت ده عمل كابسوليشن للجوجل ميتس مع شويه تولز وشويه كونفيجريشن سهلت على الادمن ان انت تمانج حاجه زي الكوبرنتس وتروضها بشكل يعني هو لوبت شيفت مشغول من الكوبرنتس ايوه كور انجن وبيتفاخروا بقى يعني خش اقرا احنا كوبرنتس انجن هم لاعبين فيه في بيلد في حاجه معينه بس انت كل الترمينولوجيز بتاعتك لو انت مذاكر كوبرنتس او انت سيرتيفايد في حاجه كوبرنتس انت تشتغل حلاوه على ما في اي اي بي ام نعم ما في اي من الناس على بعض يعني ما بيشتغلوا مثلا من الويدر مثلا صار في اي تحديه على الكوبرنتس اللي هم بيعدوا لا 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 انت مثلا عندك السامسونج بياخد فيرجن من الاندرويد وانت بتستنى الابديت يعني اندرويد نزلت ابديت انت بتستنى سامسونج صح؟ نفس الفكره هم واصلين هم واخدين فيرجن وبينزل لك في الفيرجن الفكره نفسها في الستاندرد مثلا ممكن الفايلز ايوه بالظبط بس هو بيقول لك انا مش مسؤول لو انت خدت كوبرنتس على طول او لو خدت ايمجز من بره يعني انا مثلا عايز الماي اس كيو ال ايمج بنزلها من على اوبن شيفت جست ليه هو بيقول لك انا سيرتيفايد هتشتغل عندي تحت صح طب ما انا موجود على الجيت هاب لا انا لو براحتك بس انا بقول لك عشان سبورت هي من اول هنا موضوع الاوبن شيفت هم عاملين شرط جامد بينهم وبين خاصة بالكلاود خاصة بالنتورك مانجمنت خاصة بالبيزنس ابلكيشن
الحاله بالنسبه لي كانت الاكسبيرينس ممتازه جدا بسبب ان انا خلاص مش محتاج انا بادئ قبل موضوع كوبرنيتس والكلاسترز والكلام ده كله كنت محتاج اعمل ايه؟ اعمل ستاند الون امبلمنتيشن واعمل فايل افيلابيلتي بنفسي واعمل كل الكلام ده بنفسي تمام؟ الحقيقه الكوبرنيتس والكونتينرز كانت ممتازه في موضوع الرشد دلوقتي انت بقى بس بانكريز بوت بانكريز نمبر اوف بوتس على طبعا معتمدين على فكره المايكرو سيرفيسز يعني قطعوا الابلكيشن نفسه بقى فانكشن ومايكرو سيرفيس كل مايكرو سيرفيس مثلا مجموعه بوتس او بوتس بوت معينه وكل حكايه انت بس بتزود ايه بتزود مثلا عندك ماركت بليس بورتر مثلا انا محتاج ايه لو الكباستي يوزرز زاد على ماركت بليس بورتر مجرد انا بقى ايه كل ما الهارد وير بيستحمل بزود عدد البوتس. اتش بي احمد جوهر يا جماعه من الناس اللي مشاركين معانا هو ده سيشنز عن الفي بي سي نتوركنج على AWS من اقوى سيشنز يعني بصراحه شيء مشرف ان انتوا عندكم وصلتوا للمرحله دي ناس كتير قوي اعرفها في الماركت عايزه تعمل ده لسه مايكرو فوكس على بس عشان ما نلخبطش مايكرو فوكس مش انا اتش بي بس احنا شغالين بالتولز بتاعت مايكرو فوكس هي اللي ساعدتني كانت اتش بي اصلا اه اوكي كانت اتش بي هو دلوقتي بس انا في سؤال انت دلوقتي بتتكلم عن المدير اللي هو كان مقتنع بالفيزيكال سيرفر وبعد كده قعدوا يقولوا على الفيرتشوال سيرفر وبعد كده هو ما حسش بفرق بين الاثنين ما حسش بفرق لحظي ساعتها بس المدير ده بقى يحس بفرق لما يروح للكونتينر طبعا جميل بص اي نيو تكنولوجي بتاعك بتلاقي فيه ريزيستنس احنا بننقسم كده شخصيات جاي لك على الحته دي ايوه في ناس لا مش هجرب في ناس تاخد الريسك هتقول مش هجرب انا هوصل لك للجزئيه دي صديقنا بقى المدير ده كان هو عنده حاجه اولد فاشن وبعد كده الناس قعدت ايه تضحك عليه كده لحد ما دخلته وهو مش واخد باله ففعلا عمل ايه سموث مايجريشن والدنيا مشي الراجل ده بقى لو حضر السيشن دي معجب جدا بالكونسبت ده فانت كده بتقول له عشان تديبلوي بقى على الكونسبت ده حجم بقى الايفورت عشان يمايجريت من ليفل 2 ليفل 3 دي من البلاك ارياز اللي هو احنا بنقوله على قد الحلاوه في شغل يعني من ليفل 1 ليفل 2 احنا قلنا ايه الراجل ما حسش واتخم كده ونقل احنا عايشين البين ده كل الناس عايشه البين ده ولذلك قلت لك عشان تتمرن اطلع جرب على الكلاود اعمل له لابس على الكلاود خدوا اكونت وهتلاقوا هم نفسهم بيساعدوك خش مايكرو سيرفيس هي مش سيرفيس هي كونسبت بيدخلك فيها بيرسم لك اركتكشر كده انت هتستخدم السيرفيس دي ودي 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 عشان تحقق سوليوشن مايكرو سيرفيس عملت لك ده تلف فيه شويه الحاجات بالظبط جرب اقعد جرب لذلك الناس تاخد نولج وطبعا في تريننج وهتاخد مرحله مايجريشن كده من تكنولوجي للتكنولوجي هتعيش فتره لازم بس عشان توصل للحاجات اللي احنا وصلنا لها دي كبير الناس الضخمه ديت اللي هي شبه انا ما جبتش اوبر بقى واير بي ان بي والارقام دي انا بتكلم على ناس من اللوكال هنا كلهم يوز كيسز على الكلاود بقى دول سوق كله على ماشي مش معترض بس في ناس ما بتقولش مع الناس بقى في مرحله ان هو ايه هيتخم كده ويلاقي المايجريشن حصلت وهو مش واخد باله لا في بقى ايه اكسرسايز طويل وفي بروجكت هيتفتح علشان يعمل كل حقيقه يعدي كل الباك اند بتاعه بص هي كانه هيغير برده الثقافه فعلا بتاعت الاورجانيزيشن احنا ثقافه احنا عشان ده كله تغيير في الثقافه الشباب اللي معانا في الشركه في ريزيستنس عنيف من الناس اللي بتمس السيرتيفيكتس بتاعتهم انا راجل سيرتيفايد مش عارف ايه وفي الفيرجواليزيشن انت جيت ايه يا عم ده انا هنذاكر تاني كلنا هنذاكر تاني انا عايز اقول لك حاجه يعني الناس اللي عندها ريزيستنس كتير عندها حق برضه شويه يعني طبعا مثلا عندنا لان اوراكل من فيزيكال فيرجن ماشي طب ما تعرف نفسك الاول كده احمد عبد الحميد شغال في اكس نقلنا من فيزيكال سيرفر لفيرجن اوراكل عايز اقول لك كل شويه الميه بتوقع واصلا في الاخر لما راحوا يشوفوا اوراكل وعايزين سبورت عشان القصه ديت فده اصلا ما سبورتش الفيرجن مبدئيا كده اوراكل ايوه دي هنا نوع من البيزنس فيزيكال بس فاستيل تكنولوجي برضه مسكاك يعني حاجه زي مثلا تليكوم حاجه زي كده استابيليتي بتاعت السيستم والكلام ده كل شويه تقع وفعلا كل الحاجات دي رجعت تاني للفيزيكال دي تعتبر كيس من على رول باك هو برضه في اي سبب ما برضه عشان برضه من 16 الدنيا برضه في جزء كلاود في جزء كبير جدا هو جزء الجفرمنت الكومبلاينس مع الجفرمنت الجيلات الحاجات دي اي بي ام لما اشتغلت ايه ده عايز السايت لما قالت الارقام قالت لما عملنا الابحاث لقينا ان حاجه 70% من الابلكيشن بتاع الكلاود حاجات مالهاش لازمه مش من الكود بتاع البيزنس لكن هو مش الكود بتاع البيزنس مالهاش لازمه انا بتكلم انا
ما يعني الموضوع فيه اوف بص في حرب الحته دي في حرب يعني احنا كنا في الصامت مع بعض في الصامت بتاع البحرين في اجريمنت سبيشال اتمضت مع حكومه الكويت علشان تعتبر ان ارض البحرين معرفش ايه كده بالقانون ان هو عامل هوست عندك هو يبقى في الباوندريز بتاعه البلد بتاعه الكويت فبالتالي ممكن يحط حاجات جوفرمنت على الداتا سنتر بتاعه البحرين في حرب في الحته ديت وامازون ومايكروسوفت راحوا عملوا داتا سنترز خاصه بالحكومه في امريكا يعني انت بتيجي تعمل اكونت بتاعك تلاقي جوفرمنت داتا سنترز في حرب في الحته دي واخر انونسمنت امازون نزلت حاجه شبه الاجر ستاك بتاع مايكروسوفت اسمه راوس او ايه اوت بوس ان انت تقدر تعمل حاجه كده زي انستنس من الكلاود عندك تحت وتسينك بينهم وتسكيل فوق هم عارفين ان في هنا بيزنس ضخم معلش انا مختلف عن الموضوع الاوت بوس ده يا جماعه الاوت بوس ده ما هوش برايفت كلاب ايوه زي كونكتور الريفنت حجم الانونسمنت اللي في الريفنت ديت الريفنت ده الكونفرنس السنوي بتاع امازون كمية الحاجات اللي عملوها انونسمنت تخلي الناس اللي بتذاكر تتلخبط انا بذاكر دلوقتي مثلا سوليوشن اركتكتشر سوشيال واعرف ان الاس 3 فايل الماكس بتاعه كذا هم لسه معلنين ان هم دبلوا الماكس بتاعه طب انا ذاكر مين ولا الامتحان هيجي يقول لي ايه النيو سيرفيسز اللي بتوفرلاب مع الاولد سيرفيسز وهتموت الاولد سيرفيسز كتير وده احد اهداف النهارده السيرفيس اللي بتخدم الكونتينرز على الاي دبليو اس كتير وفي اوفرلاب وفي تشابه بينهم اختار مين يا عم انا طالع فوق اهو على هوست عندي ثلاثه سيرفيس او اربعه بيعملوا نفس الشيء ايه مين ليه ذلك من الحاجات المهمه قوي انت تقرا شويه على الهيستوري زي ما قلنا الناس كلهم عملوا اوركستريتور خاص بيهم وهو ظهر الكوبرنيتس راحوا عاملين انجن تاني وده موجود وده موجود او عملوا لهم انتجريشن هنيجي في السلايد اللي بعد كده معلش تاني سؤال هي اشهر عيوبها هي الكومبلكستي في المانجمنت والاوبريشن بس انا بعدت المرحله دي خلاص بتاخد البنفيت اشهر عيوب موضوع الاوبريتنج سيستم اللي هم شغالين عليه والورك اراوند ان مش كل الايكو سيستم او كل الليجاسي سيستمز اللي عندك هتشتغل كونتينرز مش هتشتغل كونتينرز لذلك في شركه زي ريد هات عملت هارموني ما بين الكلاود فورمز والاوبن شيفت ده شغال فيرشواليزيشن وده شغال كونتينرز عشان السيستم القديمه تشتغل مع السيستم الجديده وانت شويه شويه بتايه بتميجريت طب بتفتح مع الديتا طبعا في يوز كيسز كتير هو انيبلر لكل حاجه ماشين ليرنينج فيري هاي كومبيوتنج الاي اي بيج داتا داتا ليكس هو الدوكر عندي لو في مشكله هو بس بفورمانس او بفورمانس اسف يعني فهل بيقدر دلوقتي كوبرنيتس الحاجات دي يقول لك ان بسبب الكونتينر الفلاني والفلاني والفلاني هم اللي مسببين لك الازمه دي على الدوكر انصحك تخش على اي كورس انتروداكشن وشوف كده التولز اللي جايه مع الكوبرنيتس وهو بيعمل ايه وباي ذا واي الماركت بدا ينزل اكسترا تولز لو انت عايز حاجه زي جرافانا معلش احنا صحح لي الجرافانا ودي حاجات ادفانسد للمونيتورنج اللوجن والمونيتورنج انت عايز اكسترا بتنزلها معاك على الكلاستر وفولي انتجريت مع كوبرنيتس عشان تمونيتور كل حاجه بالنمله بالفتله بالنسبه لنا احنا بنتكلم على الكونتينر ده بنتكلم على الكونتينر السلايد دي انا لقيتها على ريد هات على اوراكل لقيتها على اي بي ام سلايد بتقول حاجات كتير قوي احنا ليه هنا تحت اتفضل هل علشان نشتغل كونتينر ريزنس ولا في بيست براكتس يعني اي بيست براكتس وهي بص انت ودنك فين في هنا وفي هنا ممكن تشتغل ديف اوبس ومايكرو سيرفيسز من غير كونتينر بس مع احترام من غير كونتينر بس مع احترام انت بتلوي الدنيا فين يعني بس هتشتغل وفي ناس كتير بتكومنت بس هتلاقي في اراء على النت ما تشتغلش مش عارف ايه وبتاع خدها واحده واحده اشتغل مايكرو سيرفيسز من غير كونتينر ممكن على فكره الكلام في الحته دي فيه خلافات كتير قوي ده موضوع السيرفيس كومبيوتنج جه الكونتينرز شوف احنا بنتكلم على الكونتينرز اهو في ناس ما سمعتش عنه حيبقى ورده تكنولوجي يعني الناس بره من 2014 بنت سيستمز
يوز كيس بتتكلم في ملايين اليوزرز وشغالين على الكونتينرز ودلوقتي بادئين يبصوا للسيرفرلس. انا عايز اسرع، انا عايز اخش اشتري سندوتش اكل دلوقتي، مش هطبخ ولا هعمل ولا هكونفيجر ولا، انا عايز سيرفرلس فيتشر. سيرفرلس يقول في بروسس بيحمل في الاول لكن بعدين جيت اوبس جيت اوبس اللي لسه على السيرفرلس ده يعني هم عاملين. هتلاقوا في بتوع الناس بتوع الكلاودز اللي قاعدين بيسمعونا دول عملوا الكونتينرايزيشن زي ما الكتاب بيقول وعمل السيرفر ليست تكنولوجي بقى كل سيرفيس خد سيرفر ليست منها هنا خد اسرع اهي. عارفين بترو مين؟ ارتاحوا سيبنا المفتاح. خش اتفضل اشرب شاي هتطلع تلاقي العربيه خلصانه. بس انا عايز اقول لك الخناقه اللي بتحكي عليها دي هي مش ما يعني ايه مالهاش احتياج لان في الاخر بعد فتره كده سنه سنتين او تبقى يعني هنوصل كده لمناطق تمشي بتير 1 ومناطق تمشي بتير 2 ومناطق تمشي بتير 3. يا باشا الراجل بيقول لك لسه في تير 1 بس كده. انا بقول لك احنا هنلاقي نفسنا مثلا كل الاي سوفت وير قايم على تشريعات قانونيه دخل فيه مشرعين عمالين يتجادلوا في مناطق في التامين الصحي هنعمل كذا ولا نعمل كذا ويجي خبراء هيتحول في الاخر لان الووتر فول ده حاجه عظيمه جدا للناس دي لان كل فيز بيجي عليها موافقات كتيره جدا ولما نخش في الديفلوبمنت مش معقوله هيحصل لنا يعني ولا هنحتاج للاجايل ابروتش مثلا. ممكن نلاقي نفسنا في حاجات تانية زي الستارت ابس وكده عايزين يطلع فيتشر كل 3 دقايق. اكيد مش معنى ده ان هيلاقي نفسه انه رايح ل بس انت بتسمع قد ايه ديف اوبس بتسمع قد ايه اي تي ترانسفورميشن ده نص السيشنز في نص الكونفرنس بتتكلم عن ترانسفورميشن. بص انا هحطك في سكي في 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 كونتكست تاني كده. البيج داتا لما طلعت الناس بتوع داتا وير هاوس كانوا مرعوبين حاسين ان البيج داتا دي هتيجي تمسحهم بلاستيكه وقاعدين بتوع البيج داتا عاملين ايه. اللي حصل دلوقتي الناس اكتشفت ان كل ده كان وهم وان البيج داتا ليها منطقه شغاله فيها وناجحه جدا وان داتا وير هاوس ليها منطقه ثانيه وان يا جماعه ملوش لازم نتخانق ولا نخوف بعض واحنا احسن ان نتكامل مع بعض. انا شخصيا مش قادر ان انا احكم على حاجه زي كده للاثنين دول ممكن تقولوا بس انا بقول لك هنا لا دي اثبتت نفسها دي شغال عليها نص الابس اللي عندك على موبايلك دلوقتي شغاله على مش معترض انا مش معترض على الكلام خلاص الريال كيس هي اشتغلت واثبتت نفسها البيج داتا سيناريو مختلف وزود الانتربرايز ابلكيشنز بس الموفينج حاجه زي كده مش سهل على سكيل. اذا كان احنا بنتكلم ان الفيرتشوال سيرفر نفسه الناس حصلت لها فيه مشاكل الكونتينر عظيم جدا وناجح معظم الابس بس دي كطبيعه ستارت اب ابلكيشن انت مش انت عايز تجري 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 ادرى ناس يجربوا دي حقيقه ستارت ابس دول ادرى ناس. يعني ايه الفرق بين ستارت اب وسمول كومباني؟ ستارت اب ده اصلا ما عندوش اسيت هو داخل كل حاجه لجوه فبيجرب جد وجرب نجحوا اثبتوا نفسهم وعملوا جوب ممتاز ماشي. بس بكلمك ان مفيش خناقات بعد فتره مش عارف انا مقتنع ان احنا لسه مش احنا لسه في الاجايل عايزين نروح هنا بس احنا لو بدانا نشوف دلوقتي ان احنا نوصل هنا مش هنوصل. انت عارف ليه اكتر يا احمد تحس بالخطر؟ لما تيجي تشوف اليوز كيس بره هو بيتكلم في كل مين اللي راح صمت انا جاي لك اهو في الوطن العربي لسه بنتكلم بره لا قطاعات بص لها قطاعات مش لسه احنا لسه هنا يا جماعه بص مش عارف بص طلع اتكلم في الصمت في نقطه مهمه الاستراتيجي بتاع الشركه بتفرق يا جماعه في القرارات والمنتاليتي. احنا انا في اس سي شغال في اس سي والماجيوريتي احنا المايكرو سيرفيس اركتكشر استقرينا في الاخر ان احنا هنشتغل هايبر موديل في سيستم فريكونس لازم تشتغل ووتر فول ما ينفعش معاه الا ووتر فول قصدك اجايز في سيستم ثانية هي سيستم فونجيشنز اللي هي الابلكيشنز اللي علاقة اند يوزر بالملايين لازم تشتغل في فوكس فقررنا نشتغل تو موديلز فما ينفعش اقول موديل واحد ليه لا؟ ليه لا؟ انت ما شاء الله وسكيل ضخم جدا يعني ينفع انا هتبقى 20 مليون معلش انا برضه حاسس ان سبونسر صوتي عامل معلش ده مش هديفلوب لايف سايكل احنا ممكن نستعمل هنا ليه ما ينفعش نستعمل الروت فول اسباب بالمباشر دي ده الديفيجن ده فكره ان التولز بتاعتك اكتر بتناسب الديف اوبس لا والبيزنس دلوقتي زي ما قلنا في الاول بقى عايز السرعه عايز اوتوميشن انا عايز اطلع بكره في الاخر هي بلاك فرايداي اصل انا بشوف كل الانجينير مثلا بيصلي لا انا بشوف ايه اللي هيسيبني وانا ديفلوب الابلكيشن دوت انا بروجكت مانجر مثلا ادير المشروع دوت اديره بوضع فور ولا ديب اوب
خلاص. بص انت بتقول له مسلمات هي يعني انا قلت في الاول في ناس اللي يختلف حاول بيضا ده عايز يكون حاجه مختلفه عن الحاجات دي ديت امبلمنتيشن الحاجات دي في الاخر الشركه دي الحاجات دي حسب اليوز كيس يعني بس في ابلكيشنز شغالين عليها الانترنت اوف ثينجز كاستمر بيطلب فيتشر عايز هعملها له زي انا معاك انا مدان بقول لك عليه انا مش هتعمل بيضا الاولاني ده معايا البيضا الاولاني ده دي الجودز الامبلمنت ساعدنا من الحاجات دي. بص انا كنت بحضر سيشن في دبي وبتكلم مع راجل من دي سيشن عارفين الجو بتاع الستيكرز حاطط لي 70,000 ستيكر بس في ستيكر فوق كبيره كده كبيره انا سالته ليه اشمعنى دي ولا الحاجات ده كله مكتوب فيها ايه؟ الديبندز هو من كتر ما بيقولها حاططها كده انت ايه؟ احكي اليوز كيس بتاعك عشان اقول لك هو مناسب ليك ولا مش مناسب ليك بس الشركات المعينه اصلا التكنولوجي هي مش بتسوق بس كونسيبت ولا التكنولوجي ولا البرودكت هي بتحاول برضه تطبق عشان تبقى سكس ستوري بالنسبه للمصدر. كل الشركات موديل مايكروسوفت اي شركه كبيره هي داخله في هذا الايه بالظبط. لا شفت الناس اللي انا قلت هو اخر جمله شفت الناس اللي انا قلت دلوقتي يا شباب ولا يعني احنا